كثير في الفترة الماضية. احنا بعد ثورة نضع ضوابط كيفية تعريف العامل والفلاح. ما كان في ضوابط في دستور 2012 لتعريف العامل والفلاح أتصور ان الضوابط دي كانت سلبية واتت بأناس لا يمثلون العمال والفلاحين، ولو كان العمال والفلاحين يمثلوهم الناس حقيقيين ما كان هذا الجور على حقوق ومكتسبات العمال. تمام، نسبة 50% عمال وفلاحين. أصلا فضل لي دقيقتين فعايز أخلص طلباتك كلها. طيب، نسبة 50% عمال وفلاحين وبعد كده نمرة 2، احنا باب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال. احنا عايزين في الدستور، عايزين صحة، عايزين تعليم مجانا. ده مجانية التعليم دي كلام لحد دلوقتي، يعني حضرتك النهاردة الطالب ما بروحش المدرسة وبيتعلم برا. يعني عايزين خدمات سواء كان في الصحة، سواء كان في المرافق، سواء كان في البيئة، سواء كان في الخدمة الكهربائية. عايزين العامل يحس أنه يعيش في بلد يحترم أدميته. ده لكل المواطنين مش بس العمال، يعني على اختلافهم. احنا في النهاية احنا جزء من هذا الشعب. تمام. واحنا الطبقة الأكبر. يعني حضرتك بتقول لي النسبة لا تمثل، لا بالعكس، انت عندك تعداد سكاني وجهاز المركزي للتعباء والإحصاء موجود، وعليه أن يحصي من هم الفقراء والعمال والفلاحين في مصر، وتعرف حضرتك النسبة والتناسب كام. احنا انا بقول لحضرتك احنا بعد ثورتين أتصور أن هذا الشعب والعمال بصفة خاصة لن يتركوا حقهم مثلما سلب في الفترة الماضية. هي دي الطلبات اللي حضرتك بتطلبها من لجنة 50 وعايز تشوفها في الدستور المصري القادم. إن شاء الله بإذن الله هنلتقي مع اللجنة، وأنا بعت خطاب للأستاذ عمرو موسى قلت له إحنا عايزين نلتقي معاك نعرض طلباتنا في أريحية كاملة ونتناقش حول هذه المطالب. تتوقع أن الرقم اللي جاي واللي المفترض يتم الاتفاق عليه هيكون متطابق مع وجهة نظركم سواء كان مع الحكومة أو مع رجال الأعمال؟ رقم إيه؟ الرقم الدراسة اللي حضراتكم هتتفضلوا بالدراسة. نتمنى هذا، نتمنى أن الجميع يوافق عليها. إحنا مش عايزين حاجة غير حتى إذا عرفت أن 1200 جنيه الحكومة نفسها هتعاني من توفير 10 ل 12 مليار جنيه لتوفيرهم. ما الحكومة عاملها من يناير، يمكن عاملها لحد تاني يشيل الشيلة. أستاذ عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بشكر حضرتك على وجودك معنا في الحياة الآن، وبشكر حضرتك أيضا على طرح وجهة نظركم في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وأفكاركم المتحدة.